كما شخص سعيد عليك يقول لك احنا ماذا بينا كل واحد لا يتجاوز صلاحيات الاخر، ما كل واحد يحد يخدم خدمته بلا ما يتجاوز صلاحيات الاخر. وحنا كانصار ماذا بينا هذا المشكل ما زدوش نسمعه. واش جازنا على بو حفص والله العظيم غير يكفينا دوكا شباب بلوزان بدات التجريديه نعود الالقاب ان شاء الله. حنا ماذا بينا الامور ما زدوش نسمعوهم وان شاء الله تصلح الاوضاع ما بين الطرفين كما نقولوا. والفائد الاكبر والمستفيد الاكبر في هذه النقطه هو شباب بلوزان وبه بانصار ان شاء الله. هذا ما كان